السلام عليكم صديقيلي، اليوم عندنا برنامج جديد. انت هنا وانا ادورك من اول، قاعد اصور يا اخي. بسرعه تاخرنا على ستاره. سنابات يا ابن الحلال، شوف اللي صورته. سنابات شوف الجنان والله حركه. ابغى اصور معه. هذا انت؟ هذا اسوي الاعلان. يلا 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 صور صور. اليوم ترقبونا في برنامج كلكله في الستاره. ستاره مسوي لكم شيء ما حصل شيء. مع ال مع ال نادينا. يلا يلا. اسف اسف. اصبر اصبر شوي. ما كلنا شيء للجمهور. اوه ترقبونا اليوم في الستاره، بنسوي لكم شيء كذا، انما ايه على قول اخواننا المصريين. يلا يلا تاخرنا تاخرنا. المرح اطياف الوان الفرح، والصدر بالجمع انشرح، ما راح لم ولا سرح، لزارها هم وترح. كل كلا كل كلا كل كلا كل كلا كل كلا. يا آنسة، متى أصبحت عانسة؟ من أين جاءت تلك الدموع البائسة؟ من ذا الذي لا زال يحبس حبك بزجاجة من حلم ورد يائسة؟ بزجاجة من حلم ورد يائسة. لا داعي. شكرا شكرا. لا داعي. برافو برافو برافو. ما هذا الإبهار، ما هذه الروعة. أشكرك أشكرك جزيل الشكر. أنت مصيبة مصيبة عظمى في الإبداع. لا داعي، الله يعطيك العافية. هذا حق واجب على المجتمع، يعني أثري موهبتي لهذه المجتمع. أريد أن أخذ منك بعض الإبداع لأعرضه في بعض برامجي. بس من أنت؟ ما عرفتك أنا. أنا مدير شبكات البروبوغاندا انترناشونال. البروبوغاندا؟ البروبوغاندا. ما شاء الله، قناة شبكة مشهورة جدا. الله، ليست بشهرتك. لا لا لا، لا داعي لا داعي. أنا شهرتي ما أتت إلا لأني أحاكي هموم الناس، أحاكي مشاكلهم الاجتماعية، أخاطب قلوبهم قبل ما أخاطب عقولهم. هذا الذي نحتاجه بالضبط، نحتاج من يخاطب القلوب قبل العقول. كيف؟ ما فهمتك، وضح لي أكثر. لدينا حملة نحتاج أمثالك بها. حملة؟ حملة ليست معلنة، ليست معلنة. لابد أنك تعرف سياساتنا. سياسة القناة؟ نعم. بصراحة والله ما أنا غير مطلع للأسف يعني، لكن ممكن توضح لي أكثر؟ خذ هذه الأوراق، اقرأها بكل تفاصيلها. خذ وقتك. أوراق. ثم رد علي. أوراق. أنا بنام بعدين بكرة إن شاء الله أشوف الأوراق هذه إيش فيها. لا 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 لا، سياسة، كيف سياسة هذا القلب؟ تأخر الوقت، نحتاجه الآن. جهز كل شيء، لم أرى أي تجهيزا هنا.
أنا متأكد سيأتي، أنا متأكد. فهو شغوف، شغوف جدا. أهلا، تأخرت. أهلا، تأخرت كثيرا. السلام عليكم، أنا أعتذر على التأخير. تفضل. بس دقيقة، لا يبدون إلينا. دقيقة بس بضبط ال... بسرعة. جاهزون؟ جاهزون. ركبوا لي المايك ولا مو زين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم المعروف بكل حيادية، الذي يأتيكم نهاية كل شهر. ضيفنا لهذه الحلقة رمز، مرحبا بك. الله يحييك ويبقيك، وأنا بصراحة أتشرف بتواجدي في مثل هذه الشبكة الضخمة من القنوات، وإن شاء الله يعني تكون حلقة جميلة وممتعة بإذن الله. أهلا بك، نرحب بكم مرة أخرى، ونذكر أعزائي المشاهدين بالهاشتاج الذي سيظهر الآن على الشاشة، والذي بعنوانه أحمر، الأحمر أخضر اللون. هل أنت مؤيد، غير مؤيد، غير مهتم؟ يعرض لنا على الشاشة الآن ونستطيع أن نأخذ آراءكم بالتفصيل. نعود إلى ضيفنا الغالي. مرحبا رمز. قبل أن ندخل في نقاشنا، قبل أن ندخل بتفاصيله، نريد أن نستمع منك إحدى أدبياتك الفكرية التي أثريت بها المجتمع. طبعا أنا مجهز قصيدة تلامس عنوان هذا الموضوع، قصيدة حصرية كتبتها أمس في الليل، قلت فيها: الثلج الأسود، هدوء الرياح، دوي الصمت، وبحار من الأفراح. لا للخوف، لا للصرخات، لا لصرخات الغريق المستباح. فالكل مستباح، فالكل مستباح. قصيدة جميلة، لا نريد أن نتناقش في نهاية هذه القصيدة. الكل مستباح، الكل مستباح، هذا ليس موضوع نقاشنا إطلاقا، لكن أريد أن أتساءل كيف تقول أن الأحمر أخضر اللون؟ طبعا أنا ناقشت هذا الموضوع في عدة مواقع من مواقع التواصل الاجتماعي. جميل. واجهت يعني انتقادات كثيرة، لكن الأحمر بالفعل يعني هو لون لا وجود له بالأساس. يعني كيف ذلك؟ كيف محوته؟ انظر يا حبيبي، الأحمر لون بائس. الأحمر هو لون الدم، هو لون الألم، هو النار. النار لونها أحمر أيضا. الليالي الحمراء ليست بالعادة تكون سعيدة، توجد ليالي حمراء. هناك من يقول أن أيضا الخطأ يعبر عنه باللون الأحمر، والصح يعبر عنه باللون الأخضر، ولكن هذا لا يعني بأن نمحوه من الوجود تماما. اسمعني ولا تقاطعني أرجوك. الأخضر أو عفوا لون الأخضر هو بالأصل أخضران. كما أن الرصاصي ينقسم إلى قسمين، فهو رصاصي وأيضا فيراني، فكذلك الأخضر هو عبارة عن أخضران. أخضر الذي نعرفه بالطبيعة، لون الشجر ولون بعض الشجيرات وإشارة المرور لونها أخضر بالضبط، وأيضا يوجد أخضر آخر لكن يراه البعض من الجهلة من الناس، يرونه بأنه لون أحمر ويسمونه بهذه التسمية التي لا أعرف ما مصدرها. عجيب، جهلة، هذا وصف فيه تجني كثير على الإخوة المشاهدين. لماذا تصفهم بالجهلة؟ اسمعني، أنا ولأول مرة في حياتي أعمم في الحكم على الناس، لأن هذه قضية مهمة ولا بد أن لا نجامل فيها نهائيا.
أعزائي المشاهدين، أنا أختلف كثيرا مع ضيفنا لأنه يعترض أو يوجه اتهامات إلى من يعارض، ولكن ليس هذا حكمي، نتركه للهاشتاج الذي سيظهر على الشاشة الآن ونتأكد من جمهورنا. والمصوتون بلغوا حوالي 1.5 مليون مصوت على هاشتاج الأحمر أخضر اللون، مؤيد غير مؤيد غير مهتم. هذا مذهل، أنا جدا مستغرب، هذا مؤشر خطير على تغيير المفاهيم. لو سمحت، هذا المؤشر لا يسمى بخطير، هذا يدل على أن الناس يفهمون ويعون ما يحدث أمامهم وعندهم قابلية للتطور والتغير للأفضل. أنا أرى أن الناس الغير مؤيدين لهذه الفكرة أرى أنهم رجعيين وأرى أنهم بدائيين بشكل كبير جدا، وهذا خطير، هذا هو الخطير أساسا. هذا أيضا تجني أعزائي المشاهدين. عندي سؤال، لماذا لا تقول لي سينتهي وقت الحلقة؟ أنت قلت لي الحلقة 45 دقيقة، لماذا لا وجود للون الأحمر؟ من الذي سمى الأحمر بهذا الاسم؟ أخبرني. لقد تعارف عليه أسلافنا وأجدادنا. هذه الكلمة هي التي دقيقة واحدة لو سمحت. هذه الكلمة هي التي جعلتنا نقف في مكاننا ولا نتحرك للأمام. انتهى الوقت. انتهى الوقت أعزائي المشاهدين. نعتذر لكم نيابة عن طاقم القناة بالكامل عما يقوله ضيفنا والذي يمثله شخصيا. انتهت، شكرا لكم أعزائي المشاهدين، شكرا لكم. برافو 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 برافو، لقد أبهرتني كالعادة. أتمنى أن يعني كنت عند حسن ظنك وأديت يعني الغرض من لا داعي، يعني أنا أهتم أهتم بإيصال الرسالة يعني أكثر من عموما. إذا أردتون يعني في برامجكم الأخرى أنا تحت أمركم وحاضر في كل ما تريدونه. حسنا، السلام عليكم. علكة ومضغناها. مرحبا. نعم انتهت الحلقة، ظهرت نتائج التصويت، تم التلاعب ببعضها، أخذنا بعض المقاطع وتم اختصاصها. نعم، هناك قابلية لتحويل كل مرغوب، كل ممنوع إلى مرغوب، والبروبوغاندا وصلت إلى الحد المطلوب. أحسنتم هذه الرسالة، ما شاء الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. بكل حيادية نشتغل ولا؟ ترى عندنا الحيادية موجودة هنا في لجنة التحكيم. أبو مسفر تفضل. بداية أنا أمسي عليكم يا شباب علي وعبد المجيد، الله يعطيكم العافية. أنا ما ودي أطيل ولا ودي أستأثر بالملاحظات وأترك المجال لزملائي، خاصة ضيفنا أخوي أبو عبد الرحمن. بداية كان صوت علي في البداية ما كان واضح بشكل عام، كان فيه الحركة على الخشبة لكم بشكل عام كملاحظة عامة، الإطالة والرتابة خاصة في جلوسكم في اللقاء، اتجاه علي في اللقاء كان خطأ، عدم اتضاح الكاركترات لي بشكل كبير من ناحية خاصة كبعد نفسي واجتماعي. يمكن هذه بعض الملاحظات وأترك المجال للشباب في طرح الملاحظات الأخرى. أي ملاحظة لا تعني أن المشهد سيء، وأعتقد أنكم فاهمين الشيء هذا. اللي ينتقد من وجهة نظري هو العمل الجيد، الله يعطيكم العافية وننتظر المزيد. يعطيك العافية. بس هذا الرسالة الأستاذ مشعل تفضل. طيب أنا برضو أؤكد على آخر نقطة، أنه الأداء كان جميل وأبدعته. أنا بالنسبة لي بتكلم عن ناحية في ملاحظات اللي ذكرها بمسفر من ناحية الحركة ومن ناحية هذه وافقوا فيها. أنا أتكلم ناحية تقمصكم للكاركتر، أحس أنه جيد يعني وأحيانًا يصل إلى ممتاز. تلوين الصوتي بعض الأحيان كنتم موفقين، بعض الأحيان طلع طلع عن مجالكم شوية، بس أنه معموم ماشي في نفس الخط. التفاعل بينكم جميل، واضح أنكم مستعديتوا للمشهد وهذا شيء جيد. الممثل المحترم والإعلام المحترم يستعد جيدا للجمهور، هذا شيء جيد. يعطيك العافية الأستاذ خالد تفضل. طيب يعطيكم العافية.
طبعا في بعض الملاحظات، العمل بشكل عام جيد، ولكنها الحقيقة أكثر ملاحظة لاحظتها يعني قلة الحيوية وحرارة الأداء، يعني فيه فيه يعني فيه نوع من البرود، درجة من البرود، سواء في حركة الجسد أو في تعابير الوجه، في حركة فيه يعني درجة من البرود عامة في الـ في الـ في الأداء، ممكن تحسن كثيرا يعني، واضح فيه إمكانيات ولكنها تحتاج إلى إخراج يعني. كذلك الحقيقة الحبكة يعني فيها نوع من التمديد، يعني خلنا نقول أنها فيه أشياء ذكرت أو مثلا يعني حوارات دارت ما تخدم الحبكة، هي أشبه بالزيادة يعني، فكان ممكن التقليل من بعض الأشياء التي لا تدفع الحبكة إلى الأمام، كان هذا ملاحظ كثيرا. كذلك غالبا المشاهد يعني غالبا اللوحات الدرامية إما تتوجه إلى الكوميديا بشكل واضح أو إلى التراجيديا بشكل واضح، لكن أنتم لا، مجرد يعني كأنها إيه لا لا إلى هؤلاء، هذا الاسم الحيادي هم، لا ما هو صحيح هذا، ما يعني. كذلك الديكور كثير جدا، ديكور كثير جدا ولا يعني فعلا ما وظف، كان ممكن يستخدم نصف هذا الـ يعني البرتكابنات الموجودة في على الخشبة وتوظف توظيف مبتكر. هذا المسرح مسرح ليس تجميع أثاث يعني الحقيقة، لا بد أن يكون فيه توظيف أفضل. يعني مثلا أتكلم الآن بشكل أوضح، إشكالية السرير ما له يعني ما قدم شيء مطلقا. سرير كان ممكن يصير فيه مونولوج خفيف كذا في المقدمة وينتهي الموضوع، ليش تحط سرير؟ السلام. على برمزية أنه راح البيت وقعد ليش ليش شو فايدة وش أضاف هذا للقصة؟ ما أضاف شيء. زمن ممكن بس. طيب الزمن تقدر تلعب يعني تقدر تلعبه بطريقة أخرى يعني. وصل انتقاد استاذ خالد، يعطيك العافيه، شكرا لك، شكرا للاخوه في لجنه التحكيم، شكرا لعلي الهيم، شكرا عبد المجيد بلوفي، يعطيكم العافيه، شكرا لكم. اسمعوا التحيه مشاهدينا الكرام، الفقره الثانيه اليوم